ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. خبر سار لنزلاء السجون بالمغرب. قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج السماح بصفة استثنائية للنزلاء بالتوصل بقفة المؤونة من طرف ذويهم وأقاربهم وكذا أعوان التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بالنسبة للسجناء الأجانب خلال زيارتهم لهم ابتداء من ثاني أيام العيد لمرة واحدة ولمدة أسبوع فقط، وذلك وفق برمجة زمنية معدة من طرف إدارة المؤسسات السجنية. ودأبت هذه المندوبية على استثناء الأعياد الدينية من قرار المنع النهائي لقفة المؤونة نظرا لما لهذه المناسبة من وقع إيجابي على نفسية النزلاء ومن دورها في الحفاظ على الروابط التي تجمعهم بعائلاتهم وفق بلاغ صادر عن المؤسسة. وبحسب المصدر ذاته ستعمل المؤسسة السجنية على منح جميع التسهيلات اللازمة لنزلائها للاتصال بعائلاتهم من أجل إخبارهم بالموعد المحدد والشروط المطلوبة لإدخال المؤونة الغذائية.